يا جماعة، النبي كان يقرأ في سنة الفجر أحيانا بقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية قل هو الله أحد. أما بالنسبة لصلاة الفجر كان يقرأ أحيانا بالركعة الأولى قاف، بالركعة الثانية القمر، في رواية أخرى بالأعلى، وبالركعة الثانية بالغاشية. وبالنسبة لصلاة المغرب كان يقرأ بالطور بالركعة الأولى، هذا في البخاري، في الركعة الثانية بالمرسلات. طبعا أحيانا أغلب الأحيان كان يقرأ قصار الصور من الضحى إلى الناس. وفي صلاة العشاء كان يقرأ في الركعة الأولى إذا السماء انشقت، وفي الركعة الثانية كان يقرأ الشمس وضحاها طبعا أحيانا. والنبي قال لمعاذ اقرأ باسم ربك الأعلى، وبالركعة الثانية الشمس وضحاها. وبالنسبة للوتر كان النبي يصلي 3 ركعة، في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، بالركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، بالركعة الثالثة قل هو الله أحد. ويوم الجمعة في الفجر كان يقرأ بالسجدة وبالإنسان. وبالنسبة في الظهر من صلاة الجمعة كان يقرأ في الركعة الأولى من الجمعة والمنافقون، وفي رواية أخرى بسبح اسم ربك الأعلى وبالغاشية طبعا أحيانا. وصلاة العيد كان يقرأ أحيانا بيسبح اسم ربك الأعلى وبالغاشية طبعا الكل أحيانا، وفي روايات أخرى، لكن الأغلب هذا والله أعلم. سلام عليكم.